حديثنا عن النصر هذا الموسم، الاستقرار على العناصر الأجنبية للموسم الماضي، 7 عناصر أجنبية متواجدة هذا الموسم أيضا، الاستقرار على الجهاز التدريبي بشكل كامل بقيادة المدرب فيتوريا. ولكن تكتيك المدرب فيتوريا أصبح يخدم أي عنصر موجود. بكل تأكيد ليست بعض العناصر في منطقة الهجوم بقيمة الفنية للاعب حمد الله، ولكن التوظيف الجيد من المدرب فيتوريا أصبح النصر في غياب حمد الله أصبح يسجل، أصبح يهدف، أصبح يقدم المستوى الجيد. اللاعبين الأجانب تحدث عن قيمة فنية للاعبان، هم أمانة البرازيلي جوليانو ونور الدين مرابط اللي كانوا شعلة نشاط في خط الوسط، رمانة الوسط أيضا من ناحية الصناعة، من ناحية الأوفرات سواء للمهاجمين النصراويين في داخل ال 18 أو حتى خارج ال 18، من ناحية الانتشار، من ناحية السرعة، من ناحية التكتيك الجيد. لما يجي نتحدث على لاعب مثل لاعب جوليانو بأمانة في المباراة الماضية أمام الفتح، رغم تواجد اللاعب عوض خميس اللي قليل نوعا ما في الناحية أو في النجاح الهجومية، ولكن جوليانو رأينا استطاع أن يخدم التكتيك المدرب أيضا بتواجد حمد الله نور الدين مرابط. فما يميز نادي النصر هو الاستقرار التدريبي اللي أضفى أمر جيد على نواحي الفنية داخل أرضية الملعب. تكتيك المدرب فيتوريا لما يلعب على 4-2-3-1 احيانا 4-3-3 على حسب معطيات المباراة، على حسب من جاهز في دكة البدلاء، من يستطيع التواجد في الناحية الهجومية. النصر في خلال 5 مباريات ما بين اسيوب وما بين دوري 10 اهداف، استقبل في مرمى 6 اهداف، معدل نوعا ما مقنع، معدل نوعا ما جيد، لانه النصر افتتح موسمه بمباريات قوية، تحدث عن الوحدة الاماراتي 2 مباريات، نادي السد، نادي ضمك، ايضا نادي الفتح اللي كانت قوي بامانه لنادي النصر في المباراه. على الجمهور النصراوي، على محبين نادي النصر التواجد